سلام شبيبة، جسبر تكونوا بيان. ديزولي على الرتار، هذا كان المفروض نديركم الفيديو هذه قبل فترة طويلة بزاف، لعدة ظروف ما درتهاش، فا اكسكيوز مي. ما نطولش عليكم، كترش عليكم بلا بلا بزاف. اون برينسيپ فو زافي دوموندي اني نعطيكم كيف خدمت الانيماسيون التالية. بلاي عندنا زعما اون سوري، وعندنا سيرانك ميتاجين، ومن بعد سيرانك وحده اخرى اونتي ميتاجين، ومن بعد زعما نحكيو على واش صرا داخل لا سوري على الانتيريور. زعما يكون عندنا اريتروبلاست، ومن بعد يتحول للبي سي او. بون، اللقطه هذه الاخرى تاع اريتروبلاست يتحول للبي سي او، ومن بعد اكسبلسيون تاع النواي وكذا، جو بونس با راح نقدر نديرها، باسكو نديرها راح الفيديو هذا يجي فيه ربع سوايع كي والو. انا واش حنعطيكم، حنعطيكم البارتي تاع لا سوري، لي سورانغ هادو كيفاه ديروهم، وفي نفس الوقت نسيي نفهمكم ونعطيكم دي تروك اساسيه سورتو في الكوتي انيماسيون، باسكو الدعوه كل على على لا فينيتر تاع الانيماسيون. بون، انا هنايا فتحت باوربوينت جديد، زعما حطيت فيه التصويره تاع لا سوري باه نبداو نخدمو بها. ما قبل ما نبداو الخدمه، فو نعرفو الساعه كيفاه نديرو الباك جراوند، الخلفيه تاعي. هي نقدر نديرها بزوج طرق، نقدر سواء نروح للديزاين الفنادق تاع ديزاين من فوق، والمهم ندير الفورما باك جراوند، سينو انا جو بريفير اني نخدم بالانسرت. ديما نخدم بالفنادق تاع الانسرت، نتحكم فيها كما نحب. انتر بارونتيز برك نسيت ما قلتكمش باللي جينيرالمون الباوربوينت اللي نخدم بها هنايا اون برينسيپ تاع يا تاع 2010 يا تاع 2013، هاني نسيت وين فيهم، مي اون برينسيپ تاع 2010. هما برسك كيف كيف 2010 و 2013، مي اللي مش كيفهم خلاص هو 2007 واعر، شغل يغلبك، ماهوش براتيك. فجمع لي هادهم 2007، جو بريفير انكم تحطوا 2010 فما فوق. ونرجعوا للواحد تاعنا، الخلفيه قلنا انا نخدمها بالانسرت، غنروح للانسرت لا فين اختا الانسرت، نخير الشكل تاعي، الشيب تاعي، ندير مستطيل، نرسم المستطيل تاعي نورمال، ومن بعد نعدل له في الخصائص تاعو. دوك لاحظتوا كي نرسم، انا كرسمت انا هذا الواحد، هذا المستطيل تاعي، تخرج لي فنادق وحدها هي تاع الفورما. اي شكل دخلوه، شكل ولا تصويره ولا اسمع، جميع حاجه تنسيري وها داخل الواحد، راح تخرج لكم فنادق سبيسيال ليها تاع الفورما، هي اللي تقدروا تموزيفيو فيها الخصائص تاعها، الالوان، معنى باليش انايا الظل ديروا لها كا دي زيفي ارتستيك، تبدلوا لها في الخطوط كذا. فهذه الفنادق تاع فورما هي اللي برسك اللي تخدموا بها توجور في الشكل تاعكم تموديفيو فيه. فخرج لي هنايا الفورما، نبدا انا نلعب على الالوان تاع الخلفيه وكذا. الملاحظه الاخرى هنايا سيك في لي فنادق هادو، جينيرالمون ديما الشيء اللي يعطيه لكم هنايا من فوق في الشريط هذا اللي من فوق هما اختصارات، ولا يعطيكم غروسو مودو واش كاين. بصح اذا حبيتوا تروحوا للديتاي، ستشوفوا كل الاشياء المتاحه، تروحوا لهذاك هذا المربع الصغير السهم هذا اللي جاي في الكوان، هذا كي تكليكيو عليه يخرج لكم الشريط هذا الجانبي فورما شيب، هنايا وين تقدروا تموديفيو كما تحبوا بالديتاي في الالوان ولا في لي زيفي ولا كذا. فوالا، نروح هنايا للفيل الالوان تاعي اللي من داخل، نموديفي فيهم كيما نحب اللقطات هادو، زعما ندير التدرج كيما نحب، ليسونسي هادو خربشو فيهم كيما تحبوا، يخرجوا لكم حوايج باهين. تو ديبون تخربيش من الاخر. ايوا، دوك هنايا انا الشكل هذا كي اجوتيتو كي رسمتو المستطيل هذا، كنت ديجا مدخله تصويرات على سوغي، سافي دير الشكل هذا كي ندخلو دوكا راح يكون فوق لا سوغي، مش راح يكون وراها. فكيفاه انا نرجع هذا الشكل جاي في الخلفيه خلاص ورا الحوايج كامل؟ كيفاه ندير؟ نروح للشكل هذا نكليكي عليه، نكليكي بالبوتون دغوا، ونروح للبرينغ ولا سانت تو باك، استغفر ربي، سانت تو باك، نروح للسانت تو باك نكليكي عليها. كي نكليكي عليها رجعها لي هي في الخلف تاع الاشياء الموجوده كامل عندي في الديابو. دوكا نحط لا سوغي تاعي ونبدا نخدم الاز. بون، في لا سوغي تاني كاينه حاجه نولهكم ليها، دي فوا كي تهزو فوتو باغ اكزومبل، انا لا سوغي هادي اون برينسيپ ما هزيتهاش هكا وحدها، شغل ما عندهاش خلفيه من اللور، تسمى الخلفيه تاعها ترونسبارونت، انا كي هزيتها نورمالمون شفت عليها كانت ديجا عندها خلفيه هكا بيضاء. ف كيفاه تقدر تنحي
خلفيه من التصاور، ولا تسوبريمي كالكو بارتي هكا من التصويره تاعك، بتخدم بها اله. زعما ماذا بيا دوك الخلفيه تاعي انا هذه الزرقاء، ماذا بيا ما يخرج فيها كادر بيض في التصويره تاعي، ما يخرجيش كادر بيض يعطل لي ولا يبشع لي الحاله. فكيف نحي لي بارتي هادو الزايدين في التصويره بلا ما نروح لوجيسيال واحد اخر ولا فوتوشوب ولا كذا؟ حندير لكم اكزامبل تاع تصويره واحده اخرى. لا غالبا داوش لقيت في وجهي. زيدكم تاع انضموا تاع بوكيمون. كيف نحيولو الخلفيه هذه البيضاء، الزوائد هادو البيض؟ شوف الحاجه الاولى اللي نديرها هي اني نكليكي على التصويره توجور، ونروح للفانتر تاعي تاع فورما، عاد نلقى العفسه هذيك تاع ريموف باك جراوند. في الريموف باك جراوند يخرج لي الشيء اللي راح يسوبريميه لي، يخرجه لي بالوردي. فانا واش ندير؟ نحدد له اول حاجه الكادر تاع التصويره كامل راني حابه نخدم فيها، ما انا محتاجه التصويره تاع القط هذا كامل تاع 100 ولا 100 سنتيس كيف يقولوا له. ومن بعد نروح للبلوس هذيك الخضره تاع نحتاج المساحات اللي يكيبيهم لي يخليهم لي. فنكليكي عليها ونروح نحدد له شو البلاص اللي ماذا بيا انا يقعدوا لي، كما باغ اكزومبل عينيه، شتبانا، رجليه، تفارو كذا. والبارتي اللي ما نحتاجهمش، بارتيات اللي ما نحتاجهمش نخليهم بالوردي. ومن بعد كيب تشينج ونخرج فوالا، وعاد عندي القط تاعي ما عندوش حتى خلفيه. فبالطريقه هذه اللي خدمت لا سوغي هذه، ما تحتاج لا لوجيسيال والو. يا صح مش حتجي يعني كاليتي تاعها قويه تبان شويه هكا فيها تحرشيف هكا في الحدود، مي بون ماكمش محتاجين يعني حاجه بروفيشنال. خلاص اللي ما يبان فيها حتى حاجه. ايوا دوكا نرجعوا لا سوغي تاعنا ولي زانيماسيون تاع كيفاه راحين نديروها تتحرك. شوف في لي زانيماسيون طاحوا بيان سور لا فانتر تاع لي زانيماسيون. لي زانيماسيون عندنا ربع انواع. عندنا النوع الاول هو لي زانيماسيون تاع لونطري تاع التصويره، باغ اكزومبل تكون يعني كي ندير من بعد السلايد شو نكبرها ونشوفها تكون التصويره تاعي ولا الشكل تاعي ما كانش، ومن بعد يدخل من بعد يظهر. فهادو لي زانيماسيون الخضر هادو هما تاع الدخله. من بعد عندي لي زانيماسيون صفر، هادو اللي يجيو صفر هادو اللي تكون ديجا الشكل تاعي او اكزيستي في دياب ومن بعد يخرج سماو ديجا خرج خلص، مي حابه ناجوتي لو كانش عفسه هكا باغ اكزومبل كي نحب نلفت الانتباه مثلا نبدل اللون. قال باغ اكزومبل كتيبه هكا تكون لونها كحل نورمال، بعد كي نحب نلفت الانتباه ليها ندير اللون تاعها يتبدل يولي احمر. فشغل دي زانيماسيون زيدهم الرسمه تاعي ولا الخط تاعي ولا الشكل، مي هو ديجا راهو اكزيستي فوالا. النوع الثالث هو لي زانيماسيون تاع الخرجه تاع كان سي بون يخلص من الشكل هذا ولا من التصويره هذه، ما عدتش محتاج تخرج لي في ديابو تاعي، نديرها تخرج. فنروح لهذو الوحيد الحمر، نروح لي زانيماسيون هذو الحمر تاع الاكزيت. وعندي النوع الرابع هو تاع لي زانيماسيون اللي ندير الشكل تاعي ولا التصويره تاعي ولا اي حاجه تاعي هذه نديرها تتحرك كشغل ديبلاسي. فوالا دي ديبلاسمون تروح ليمين يسار تطلع تتحرك في شكل قوس في شكل دوايره ايا كان. فهادو ثاني نديروهم في النص، يكون عندي الشكل ديجا كاين اكزيستي، وانا ناجوتي له هذه اللقطه تاع حبيت نجبدها مثلا الجهه اليمنى باه نخرج كتيبه على الجهه اليسرى تاعها، وزعما نشرح اللقطه هذه ولا التصويره هذه الخ. هنايا بصح يا جماعه لهادو لي زانيماسيون لي ظهروا لي هنايا راهم ماشي هادو هما كل القصه كما يقال، هادو جوست دي زيكزامبلغ على واش كاين. بصح انا كي نحب نشوف يعني المتاح كامل كما قلنا قبل، وين نروح لهادو اللي من تحت المور مكتوبين بكل حداهم مور انترانس مور مع باش شو يخرجوا لي لي زانيماسيون اللي كاينين كامل، وانا نسيي ونشوف نخير ونشوفها نجبدها على الجنب نقدر نشوف التصويره تاعي. نكليكي كي نكليكي عليها هو بعد يدير لي ينعطي كيفاه راح تخرج، فراح تكون عندي الانيماسيون، ونسيي نخربش ونشوف الحاجه اللي تعجبني اللي تبان لي مليحه. اون برينسيپ انا اللي خدمت بها قبيل في الوحده هذيك هي السبينر غادرته يدور. هنايا كاينه حاجه مهمه بزاف، ممكن هي اهم حاجه في اللقطه تاع لي زانيماسيون في الفانتر تاع لي زانيماسيون، هي الشريط تاع لي زانيماسيون اللي نقدر به ولا فيه من خلاله نتحكم في الترتيب تاع لي زانيماسيون. كي نكليك على هذه انيميشن بين راح يخرج لي
دونك الشريط هذا نخليه وحدانا باسكو رايحين نحتاجو نخدمو به من بعد، ونرجعو لو غاست تاع مكونات الديابو تاعي. انا عندي كما شفتو من قبل درت دي سورينغ زعما، و سورينغ زعما بوسيت هكا، ودرت لانجيكسيون تاعي. فكيف درت لا سورينغ هادو ببساطة؟ الشكل اللي تحتاجو، ما تكسرش راسك بزاف انك تروح تحوس عليه في الانترنت. نرسمه باه نتحكم انا فيه كما نحب، بسيطه. هزيت بقى نروح للانسيرت للشيبس، ونخير اللقطه هذه اللي من خلالها نرسم الشكل كما نحب انا، شغل ماشي نرسم مستطيل ولا، انا اللي نرسمه بيدي يعني بصبعي كما نحرك لا سوري ولا كذا. كي نحب فوالا فري فورم شيب كما شفتوها، ونرسم الشكل تاعي تاع لا سورينغ. نكليكي اون فوا، بعد نمد يدي وين راني حابه نحبس، نزيد نكليكي شغل وين راني حابه نحبس نكليكي، وهو يحدد لي يرسم لي الشكل. نرسم الشكل تاع لا سيرينغ زعما ا بخي برك، هو معوج شويه ليسونسيال نوصل لي دي برك. كي توصل تربط النقطه تاع النهايه بالنقطه اللي بديت منها وحده، بعد يقفل لك شغل تاع سي بون فوالا والشكل تاعك. بون اذا بان لك الشكل شويه معوج ولا علاقه كما هذه لا سيرينغ تاعي، مشي تروح سوبريمي الشكل وتعاود ترسمو من دارة وجديد وتقعد تتعافر معاه. لا لا، كاين حل بسيط جدا، هو انك تروح تكليكي على الشكل هذا بالبوتون دغوا توجو، يخرج لك ديما الاشياء المخفيه، وتروح للايديت بوينت فوالا، ونكليكي على البوان اللي راني مادا بيا نموديفي، نحركو نعدلو نريقلو كذا شغل نجيبها سوا سوا. فوالا زعما انا ريقلت الشكل تاعي ا بي بري برك، بانت لكم اللقطه يعني. نرجع للانسيرت توجور، باه نكمل لو غاس على سيرينغ تاعي. راح نرسم لهذاك الواحد تاع البارتي تاعها اللي من تحت اللي نبوسيها باه نجيكتي. كيما اللقطه هذه بعد كما درناها، نرسم الشكل تاعي نورمال فوالا، كي نكملو يفتح لي الفورما وحده. تبقى لي ليغوي، ليغوي نديرها مجرد خط برك، توجور انسيرت، ونخير خط ونرسم الخط تاعي، ندير ليغوي تاعي تاع لا سيرينغ، وعند بلاصتها نحطها في بلاصتها. ايوا هنايا كاينه ملاحظه واحده اخرى، دوكنا لا سيرينغ تاعي دي جايه بياس ديتاشي، رسمتها كل حاجه وحدها، مي انا باش نحتاج نديبلاسيها ماذا بيا انا كي ديبلاسي ديبلاسي وفا بوغ توت، ما نقعدش نجري ورا لي بيس تاعها كل مره ديبلاسي وحده، لا ماذا بيا ديبلاسي كل شيء. انا محتاج البارتي هذيك اللي من تحت نخليها لي بغ باسكو بعد نحتاج نحركها ما ندخلهاش مع الباقي، مي ليغوي هذيك والكور تاع لا سيرينغ راح نلصقهم في بعضهم بحيث يوليو شكل واحد. فواش راح ندير؟ نكليكي على البارتي الاولى تاعي، ومن بعد نروح للكلافي تاعي، نتكي على كونترول ونقعد متكي عليه يعني مابوي عليه، بعد اون ميم طون نروح نزيد نكليكي على البارتي الثانيه اللي حابه نسيليكسيونيها، تسمى هذه باه تسيليكسيوني بلوزيوغ شوز في نفس الوقت. من بعد نروح للكادر تاعي، نكليكي على البوتون دغوا تخرج لي هذه لا ليست، نروح له للجروب جروبي سيليكسيوني، نقول له جروبيهم لي. كي جروبيهم لي يوليو اون ديغي راهم شكل واحد، فهذوك كي ديبلاسيهم يديبلاساو كانهم شكل واحد. اي بوين نبدا نموديفي لها في الالوان يعني ندير لها الخصائص تاعها اللي راني حابتهم، زعما نديرها بيضه برك. انا درت هنايا ليغوي تاعها قصيره بزاف، طول نطولها شويه. فوالا نبلاصيها في بلاصه اللي راني حابتها تكون فيها، ومن بعد نجيب الواحد تاعي اللي نبوسي بيه اللي نجيكتي بيه نبلاصي في بلاصتو، نحطو شويه من تحت. انا محتاجه ليغوي ولا لا سيرينغ تجي من اللور، شغل ما تجيش هكا فوق رجل لا سوغي. فكيفاه ندير اللقطه هذيك تاع نجيبو المره دي ماشي نجيبوها من اللور في الباك جراوند، انما نجيبوها من الفوق، برينغ تو فرونت. نروح نكليكي على لا سوغي تاعي بوتون دغوا ونخير برينغ تو فرونت، يعود يجيبها لي فوق اي حاجه راهي تكزيستي دركا في الديابو، يجيب لي الحاجه الاولى خلاص يحطها لي هي لا سوغي تاعي. نرجع دوكا لانيماسيون، نرجع لك لانيماسيون. الحاجه الاولى اللي لازم نديرها لانيماسيون الاولى هي ظهور لا سيرينغ، باسكو ما نديرلاش لانيماسيون تاع لونطري راح تقعد لي هكا لاصقه صبا في الديابو تاعي كيما راكم تشوفوا دركا. كنسيوها كي نديرو سلايد شو فوالا، شغل لا سوري كانت ديجا ما كانش من بعد دخلت، مي لا سيرينغ كون ما درت لها حتى انيماسيون يا اخي قاعده تما. فواش نروح ندير؟ نروح نسيليكسيوني لي بارتي تاع لا سيرينغ تاعي الزوج هادوك، باه كي نسيليكسيوني شوف كي نسيليكسيوني بليزيوغ شوز وندير لهم لا ميم انيماسيون، راح يبكو لي يهزو نفس الانيماسيون بنفس التوقيت بنفس كل شيء. فانا نسيليكسيوني هما بعداهم، نروح لي زانيماسيون نخير لي زانيماسيون تاع لونطري
ونخيل راني حبت ها بخنسيب ندير تاع ناحت الفيد فوالا الفيد فوالا دوك ندير لها السلايد شو نشوفها يعني وهي كبيره تخرج لي لا سوري وتخرج لي لا سورينغ تاعي درك انا محتاجه ابري الانيماسيون هذه محتاجه اني لا سورينغ نديرها تتحرك بحيث شو لونديراني درت انجكسيون بارتي تاعها ديك اللي تحتها اونديراني درت انجكسيون شوف هنايا باه ناجوتي الانيماسيون كون نروح نكليكي من نخير من لي زانيماسيون الموجودين هادو كيما قاعدين نديرو في لونطري هنايا راح يستبدل لي لانيماسيون اللي ديجا درتها بانيماسيون جديده يدير لقطه تاع استبدال فك مش منا تاجوتي الانيماسيون كي تحب تاجوتي انيماسيون تروح للنجمه هذيك البلوس اد انيميشن كي تكليكي عليها راح يخلي لك الانيماسيون اللي ديجا درتها ولا لي زانيماسيون اللي ديجا درتهم بالشكل هذاك وياجوتي لك فوقهم اون انيماسيون جديده فكيف راح ندير اللقطه انا هذيك تاع 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 لا سونك تاعي اون ديغ درت انجكسيون نروح نكليكي على الاد انيميشن ونهبط لتحت خلاص لهذيك مور موشن باس هنايا اللي راح نديرها تتحرك ديبلاسي الواحد تاعي اي ديبلاسي ندير لها با اكزومبل اللي تحرك في جهه اليمين با اكزومبل من بعد نقول لهم كليكي اوكي ومن بعد انايا نموديفي في الاتجاه تاع 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 الحركه تاعي كما نحب في البوان الاحمر هذاك نكليكي عليه ونديبلاسيه لوين راني حابه كما تشوفون بعدا ويعطيني شغل الشكل خفيفه كاينه اللي كيتحركوا تحطوا تحط بلاصيه هنايا فوالا وين راح يكون هاي تحركت طلعت في حالة ما مثلا ما يعجبنيش تجيني باغ اكزومبل الحركه بطيئه بزاف ولا هنا تجي الاهميه تبدا تبان الاهميه تاع هذا الشريط الجانبي هذا تاع لي زانيماسيون هنايا راح نموديفي في لا ديوري تاع الانيماسيون تاعي تقدروا تهبطوا ولا تطلعوا بالاسهم ما تنقصوا الحساب واش يعطيكم تقدروا نتوما تكتبوها سيليكسيونيو السيكونت هذيك باغ اكزومبل تكتبوها كما تحبوا يعني تحطوا لو طون اللي تحبوا نتوما فوالا كيفاش تخرج ليا ولات شويه تزرب بون دوكا انا مادابيا ناجوتي لها زعما تحتها ككتيبه نوضح بلي فوالا واش درت انجكسيون واش انجكتيت نقدر نديرها بجوج طرق سواء نروح للانسرت نسيليكسيون الشكل تاعي بون نديرو مثلا الشكل هذا باش تشوفوا بلي نقدروا نتحكموا في الزوايا تاعو الحده تاعهم كما نحبوا بالبوان هذاك الاصفر نكليكي عليه كليكي في النص تاعو نكتب واش راني حابه ميتاجان بدلوا لها اللون تاعها فوالا بدلوا لها الخط الثاني سينو واش نروح في الانسرت بعد ما ندخلش الشكل انما ندخل خط نروح للوورد ارت هنا نخير الشكل الخط اللي راني حابته كليكي عليه نكتب له الكلمه اللي راني حابتها اي بوي انا مادابيا تكون شغل عندها شكل هكا ماشي كتيبه وحده شغل عندها نوع من الخلفيه دابا نصغر لها الواحد تاعها دقيقه 54 كبيرة بزاف ومن بعد نرجع للفورما مادامني دخلت حاجة فراح يفتح لي لافانات تاع الفورما راح للفورما ونروح نبدل الشكلية كشغل انا كي ندخل كتيبة اونزيغيني دخلتها في اطار محدد في شكل محدد بصح الشكل داك ترونسبارون ما يبانش على بها تبان لي برك كتيبة وشو كون نروح نبدل اللون ولا راح يبان بلي فغيمون الكتيبة هادي راهي محطوطة في اطار ماشي جاية كتيبة حاف هكاك راح نبدل الالوان نقدر حتى نموديفي الشكل تاعي نروح لاديت شيب تشينج شيب ونسيليكسيوني الشكل اللي راني حابه تظهر لي هذه الكتيبه فيه هذه نورمالمون يعني طريقه اسهل خير ما تروح دير انسيرت وتعاود تكتب يعني تدخل طار الخط تاعك تنسي الخط تاعك وتموديفي فيه ندير لها هي ثاني انيماسيون تاع لونطري نخير الانيماسيون اللي راني حابتها بون دوك انايا ورا ما خرج لي هذه لا سورينغ وهذه مثلا ميتاجان وزعما حكيت يعني نهضرت في البريزونطاسيون تاعي بلي فوالا جيكتينا اون سوبستانس كوني ميتاجان مادا بيا انه باه نلفت انتباه للجنه ولا للعباد اللي راهم يشوفوا فيا قاعد نشرح لهم مادا بيا نحي هذه البارتي لا سورينغ والكتيبه تاعها هذو اللي ديجا هضرت عليهم نحيهم وندير اون سورينغ وحده اخرى وكتيبه وحده اخرى تخرج من جهه اخرى باه نكمل نشرح انا مادا بيا البارتي الاولى تتمسح وتخرج وتعود كاينه يعني تعود كاينه غير لابارتي الثانيه هكا باه ما نشتتش وما يكونش الديابو تاعي مشارجي بزاف والانسان اللي يتبع فيا يقعد مركز معايا في الهضره تاعي ولا زيتاب فوالا لي زيتاب تاعي فواش راح ندير
نروح نسيليكسيونيهم كما قلنا قبيله في بان نسيليكسيونيو بليزيور شوز، نكليكيو على الاولى من بعد نروحو الكونترول في الكلافي وبعد نكملو نكليكيو على الحوايج اللي حابين نسيليكسيونيوهم. سما هكا اونديغي راني الحوايج ثلاثه هادو لي بارتي ثلاثه راح نديرهم يديسباريو اون ميم طون بنفس الانيماسيون بنفس لو طون بنفس كل شيء. فهاني سيليكسيونيتهم ونروح للاد انيميشن كما قلنا قبيل باه ما ينحيليش لي انيماسيون اللي ديجا خدمتهم ونخيل الانيماسيون اللي حابت. عندي باغ اكزومبل راندوم بارز، تعجبني الراندوم بارز بزاف. ايوا دوكا باه ندير لا سيرينك الثانيه اللي زعما حندير بها الكافاج لادمينستراسيون اورال. ماشي راح ندير الخدمه نفس الخدمه اللي درتها قبيل تاع نرسم لا سيرينك ونرسم لي بارتي تاعها ونزيد نكتب ميتاجين ونبدل الالوان ونموديفي في لي زانيماسيون الخضره هذيك بكل نو جون راح ندير سيليكسيوني شي اللي سيليكسيوني لا سيرينك تاعي ديجا الاولى اللي خدمتها والكتيبه هذيك تاعها نكوبي ونكولي. كي نكوبيهم ونكوليهم هنايا راح يكوبي، هنا راح يكوبي لي بالخصائص الشكل بالالوان تاعهم بلي زيفي اللي فيهم بلي زانيماسيون، يعني راح نختصر على روحي تعب كبير ووقت كبير في العوض اللي نعاود نخدم كل شيء من دراج جديد دوبل طرافاي. لا راح نكوبي نكولي كل شيء في بعضه راح يحتفظ لي بنفس الخصائص. نقلبهم نديرهم روتاسيون اي نبلاسيهم وين راني حابه. بون هي لا سيرينك تاع اللي نديرو بها غافاج ادمنستراسيون اورال سما نوصلو لو بو تاع لا لغوي تاعنا حتى برسك حتى لستوماس ما تدخل في لوزوفاج. هادي تجي عندها واحد لاسون داك ما تجيش برا قد قد، فهنا محتاجه نموديفيا. نروح نكليكي على الخط تاعي على زعما لغوي تاعي سوبريميها ونعاود نرسم الشكل تاعي تاع لاسون دي شويه معوجه خط شويه معوج من هذه اللقطه تاع الكورف. الخدمه تاع الشيب هذا ولا تاع الخط هذا كما اللي رسمنا به لا سيرينك وش هذا ما يجيبهمليش خطوط منكسره دي يجيبهم لي خطوط منحنيه. فنكليكي ونحب شغل نمشي شويه ونكليكي نمشي شويه ونكليكي حتى تخرج لي كما راني حابه. بون هنايا برك كاينه ملاحظه شت لو فات كو يكون عندك ان غروبمون تاع اشكال مسقتهم مع بعضهم بالطريقه ديك تاع كونترول وسيليكسيوني وغروبي لو فات كو تنحي واحد منهم تمسح واحد منهم راح تختفيو لي زانيماسيون اللي درتهم له كامل. هذه بانوا لهكم ليها. دونك انا حنعاود نغروبي الاخرى لا سورينك تاعي مع لي غوي تاعها. نرجع لا سوري تاعي في الفرونت في الاول خلاص باه تجي زعما لا سورينك ولا لي غوي تاعي وراها. نبلاسي الواحد تاعي هذاك اللي نجكتي به اي بوي هنايا الحاجه المليحه في الاخر سيك هذيك لا سورينك عاودنا جروبينا سما اخي كي سوبريمينا لي غوي ومن بعد راحوا لي زانيماسيون عاودنا جروبينا. هنا الحاجه المليحه سيك ماشي لازم نروحوا نعاودوا نخدموا لي زانيماسيون من دراج جديد. انا محتاجه لانيماسيون تاع لا سورينك هذه تكون هي نفسها لانيماسيون تاع لا سورينك السابقه. فواش نروح ندير نكليكي على الكور تاعي اللي ديجا خدمت له لي زانيماسيون ونروح الانيميشن بينتر هذه اللي جايه الفوق كي نكليكي عليها. من بعد نروح نكليكي على الشكل تاعي الجديد اللي راني حابك شغل واش درته شغل كوبيت الخصائص تاع الانيماسيون تاعي وكوليتهم على الشكل الجديد اللي دخلته. كيف كيف نرجع نريق الواحد تاعي اللي بهنا جيكتي به الاخر جاي يروح يمشي من اليسار اليمنى هذا لا العكس يولي من اليمنى اليسار. نقدر نموديفي في الاتجاه تاع الحركه كما نحب جوست من البوان هذاك الاحمر بوان الاحمر نبدلو الاتجاه تاعو يتبدل الواحد فوالا. هسترا نسيي ونشوفوها بالسلايد شو كيفاه راح تخرج. هنايا صارت لانجيكسيون ديجا ولا سيرينغ ما كانش علاه. هنايا تشوفوا الاهميه صح تاع الشريط الجانبي هذا علاه باسكو انا قبل كي اجوتيت لانيماسيون للواحد خرجت لي في الاخر الانيماسيون تاع الكور سما يظهر ويختفي ورا لانيماسيون تاع لي امبوسيو بيه لي نانجيكتيو بيه. سما هنايا انا واش محتاجه نديبلاسي لي زانيماسيون نعاود نحطهم في الترتيب الصحيح. فانا واش راح ندير شوف الحاجه الاولى اللي لازم نتفاهموا عليها سك في الشريط هذا الجانبي اي انيماسيون نديرها راح يحطها لي تما اوكي.
اي انيماسيون نديرها راح يجوتيها لي من تحت. فهنا كيف نعرف انايا وين هي الانيماسيون مثلا تاع الكور تاع لا سورينغ بالذات؟ لا سورينغ هذه واش ندير؟ كي نكليكي عليها او وحده راح يسيليكسيوني لي لي انيماسيون التابعين لذلك الشكل، دونك نقدر نعرف وين راني. نروح انايا للوحده تاعي راح امبوسيبل نشوف لي انيماسيون تاع وين هما. ها هي لونطري تاعي، فانا محتاجه لونطري تاع لا سورينغ كامل بكل مكوناتها تكون في نفس الوقت. فنروح لانيماسيون تاعي تاع لونطري تاع الكور تاع لا سورينغ، نكليكي عليها ونسحب للفوق نجيبها ورا لانيماسيون تاع لونطري تاع نجيكتي به لا سوليوشن تاعي، كنحطها وراها. بعد نطلع الفوق خلاص وين مكتوبه ديك ويز بريفيوس، هي زعما نقولها فرضوا بلي هي اون كليك. هي اون كليك واش معناها؟ معناها لانيماسيون هذه تظهر كي انا نكليكي على لا سوري ولا نكليكي على الكلافي، شغل انا اللي نقولوا فوالا مشي لي لانيماسيون التاليه. انا ماذا بيا يظهروا لي مع بعضهم، فاش نروح ندير؟ نروح نخير الويز بريفيوس فوالا. استرا نديروا انسي نشوفوها كيف زعما حتخرج بالسلايد شو. اي مهم خانسيب دوكا راهي تفرد. دوكا نرجع لكلمة ميتاجين، انا هذه لا سبستانس زعما اللي درتها هي سبستانس انسي ميتاجين. فراح نكوبي نكولي نبلاسيها في البلاصة اللي راني حابتها ونموديفي الكتيبة. هنا راح يكوبي كما قلتكم قبيل بالالوان بالشكل بالخصائص بالليزانيماسيون بكل شيء، فما حنكسر راسي ما والو. نبلاسيها برك في بلاصتها. وهنا محتاجة انا تاني هذه انتي ميتاجين، محتاجتها تخرج لي مع لا سورينغ ولا وراها بشويه، فلازمني ديبلاسي ديبلاسي لانيماسيون تاع لونطري تاعها. راح نطلعها الفوق، نطلعها مع جوست مع الواحد اللي نانجيكتي به. بون حاجه اخيره برك نعتها لكم هنايا، كان حبيت انايا لانيماسيون تخرج لي ورا خوتها، يعني مثلا هذه اونتي ميتاجين تخرج لي ورا ولا تختفي ورا لا سورين. هنا ندير افتر بريفيوس بصح اون كا حبيت انه كما قلت لكم هذه اونتي ميتاجين يبدا الاختفاء تاعها جوست ابري ما يبدا الاختفاء تاع لا سورين، يعني بيناتهم كفرق خفيف ماشي مع بعضهم ومشي ورا بعضهم بين يعني. هنا واش نروح ندير؟ نخير الويذ بريفيوس، من بعد نهبط لهنايا للديلي ماشي لا دوري الديلي الموزيفي. نطلع باغ اكزومبل تكون عندي 0.25 ثانية سكوند، سينو قادرة نسيليكسيوني ونكتب انايا النومرو لي مادا بيا اسم النومرو لي حابتو نقولها باغ اكزومبل 0.25. تلاحظو هنايا بلي لانيماسيون تاعي هادي لي من تحتها شوف قدمت شوية، ماهيش معاها وماهيش وراها في النص. هاللقطة هادي تقدرو تلعبو بيها بزاف من بعد في لانيماسيون، يعني تحدث فارق كبير. طبعا نديرو لا سلايد شو ونشوفوها كيفاه تخرج. فوالا شت لا ديسباريسيون ما بداوش مع بعضهم وما جاوش ورا بعضهم. فوالا ديا غروسو مودو اللقطه برك هذيك تاع ريترو بلاست و بي سي او، هذيك يعني لا سيري كيف كي تتحول زعما البي سي او وكذا ويروح للنوايو. على بالي اللي كون ديرها اولا راح تتخلط عليكم، وثانيا راح يكون الفيديو قد راسي طويل بزاف مش راح نصبروا تتفرجوه. مي جو بونس كو هادي الشيء اللي نعطيه لكم هنايا هو هذا الشيء اللي تخدموا به جينيرالمون، يعني عندك لي زانيماسيون تاعك كي تحب تاجوتي اون انيماسيون جديده وتحتفظ بالانيماسيون ديجا الاولى تروح لاد انيميشن، مشي تروح تخير من لي زانيماسيون اللي كاينين. محتاج انك تميتريزي الشريط الجانبي هذاك تاع لي زانيماسيون، تتحكم في الترتيب تاعهم، تلعب في الترتيب، تلعب في لا دوري وتلعب في الديلي. تحتاج ثاني هذاك الانيميشن بينتر فما تقعدش شاك فوا تعاود تخدم خدمه من دار جديد ودير دوبل طرافاي عليك. فهذه هي قلت لك في الخدمه تاعكم، كانش ما عندكم اسئله ولا حاجه ما عرفتش نشرحها ولا مبهمه ولا قولوا لي نسي كان عاود نشرحها لكم ولا نوضحها لكم ربما بطريقه افضل. هذه هي قلت لك ربي يوفقكم ان شاء الله والسلام.